إذا كان ما أمكنش رئيس الحكومة يلزمه أما يستقيل وألا يمشي للمجلس مشي يجدد الثقة. ما أمكنش نقعد قاعدين نفرجوا في الأمور هذه. أنا أعتبرها إهانة أن أولا لا تعلم، ثانيا استباق، وكان أنت ما تستقيلش أنا أقيلك. مش هكذا، ما هكذا تدار الأمور. أنا وقع عزلي من وزارة التربية هكا ولا لا؟ طردوني رميمي. حكيت مع سيد رئيس الحكومة وتفهمنا وصار تشاور، والاستقالة من وزارة المالية ومن وزارة التنمية والتعاون الدولي اليوم قدمتهم سيد الرئيس. اليوم الصباح التقيت بسيد رئيس الحكومة اللي قدمت له طلب استقالتي.